عشان نمنع العدوى في عندنا الستاندرد بريكوشن والايزوليشن بريكوشن. الستاندرد بريكوشنز ده هعملها مع كل الناس اللي بتدخل وحدة الرعاية الصحية او المستشفى. هاند هايجين وين appropriate PPE as needed, how to handle patient equipment, injection safety practice, environmental cleaning, respiratory hygiene, cough etiquette, handling of laundry, patient room placement. يجي لي سؤال في الامتحان لستاندرد بريكوشن. ستاندرد بريكوشن خلاص احنا قلنا الامتحان بيبقى طويل، بنكتب بس الكلام باختصار شديد جدا، فهعدد ايه هما الستاندرد بريكوشن، بعدين بدي فكره ان الستاندرد بريكوشن بنستخدمها مع كل المرضى اللي بنعمل لهم ادميشن في وحده الرعايه الصحيه او في المستشفى. soap and water only. بالنسبه للهاين هايجين ممكن استخدم ميه وصابون فقط في الحالات دي. اول حاجه الهاينز are visibly soiled. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما تلاقي ايدك كده ايه متسخة فنقدر نستخدم المية والصابون. before eating or touching food، قبل الاكل وقبل ما نلمس اي طعام لازم نغسل ايدينا بالمية والصابون. after using the bathroom، بعد استعمال الحمام. وبعدين في حالات لو في ديارية زي في حالات الكولستريديوم ديفيسيل او النورو فيروس او الروتا فيروس. زي ما قلنا غسل الايد الروتيني قبل ما المس المريض او الاريا اللي هو موجود فيها، وزي ما احنا قلنا انه هي في بستخدمها بالنسبة لل طيب خلصنا الايدينا. في من الحاجات اللي انا بستخدمها في الستاندرد بريكوشن وبستخدمها مع كل المرضى، لكن وقت ما انا بحتاجها فقط، وبحدد ايه اللي انا محتاجه حسب الظروف اللي احنا موجودين فيها، اللي هو البي بي اي اللي هو البيرسونال بروتكتيف اكويبمنت. طب دي فايدتها ايه؟ فايدتها انها بتحميك وفي نفس الوقت تحافظ عليك، تحافظ على السكن ميوكاس ممبرين، وكمان ان يجي عليك اي سكريشن من المريض نفسه. طب ايه اللي احنا بقى البيرسونال بروتكتيف اكويبمنت؟ اول حاجه الجلافز الجوانتات. needed if coming into contact with the fluid vomit stool urine mucus. vomit اللي هو اي ترجيح ممكن المريض يرجع، فستول اليورين البول ميوكس او بلد، فالجلافز هي اللي هتحمينا. الجاون needed if there will be a potential contact with the fluid. هلبس جاون لو ده انا محتاجه عشان احتمال يكون في تلامس مع سوائل او دم او اي سكريشن، حاجة ممكن تيجي على هدومي، فنلبس المريلة او الجاون. الجوجلز او الفيس ماسك او الشيلد هنستخدمهم لو انا عندي احتمالية ان يبقى في بلاد او فلويد ممكن تيجي على الميوكس ممبرين فتعمل لنا مشكلة، زي في حالات ايه patient coughing، واحد بيكح، المريض عنده مرض بيخليه يكح، ففي فرصة انه الرذاذ ده يطلع عليا ويجي على ميوكوس ممبرين او يجي على عينيا، فلازم نلبس حاجة تحمينا. vomiting ممكن المريض يكون بيرجع، عشان نحمي نفسنا يبقى لازم نشوف ايه الهازارد او ايه اللي ممكن يجي علينا ويسبب لنا مشكلة، وبناء عليه بقدر أحدد ممكن ألبس الجلافز لوحده، ممكن أحتاج ألبس مع الجلافز الجاون، ممكن أحتاج إن أنا مع الجلافز والجاون ألبس جوجلز أو فيس ماسك. من ضمن
مكافحة العدوى الـ Transmission Based Precaution Isolation Precaution. ده إيه؟ ده بناء على نقل العدوى أو طريقة نقل العدوى اللي هي في الآخر بتوصلني إن في خطورة شديدة جدا وإن العدوى دي سريعة الانتشار. في عندنا الكونتاكت الإيربون والإتروبلت. طيب الإيربون والإتروبلت نفرق بينهم إزاي؟ دروبلت ده قبل بارتيكل كبيرة شوية وبعدين تتنقل مسافة أقصر. طب والإيربون لا أخطر ليه؟ لأن البارتيكل تكون صغيرة جدا أقل من 5 مايكرون ودي تساسبند في الاير في الهواء، تتعلق في الهواء وتمشي مسافات طويلة خالص، وبالتالي سهل جدا إنها تنشر العدوى أو تنتشر العدوى عن طريقها، وبالتالي يبقى عندي هنا البريكوشنز بتكون استريكت أوي، في عندي وسائل أشد عشان نقدر نمنع العدوى دي، زي في حالات إيه؟ التشيكن بوكس، الديسيمينيتد هيربس زوستر، الميزلز، الروبيلا، تيوبركلوز. في حال التشيكن بوكس والديسيمينيتد هيربس زوستر أيضا الكونتاكت بريكوشنز أدول. لازم نخلي بالنا من الكونتاكت بريكوشن. قبل كده اتكلمنا انه كتير جدا من مسببات الامراض تتنقل باكتر من طريقة، فممكن يبقى ايبور وكمان يتنقل عن طريق الكونتاكت، وبالتالي نبقى حذرين جدا بالنسبة للطريقتين اللي بيتنقل بيهم. طيب ايه البريكوشنز بقى اللي احنا هناخدها مع المرضى اللي طريقة نقل العدوى بتتنقل عن طريق الإيربون، زي ما احنا قلنا التشيكن بوكس، التيبركلوزيس، الميزلز، الهيربس. طيب نعمل ايه؟ اول حاجة بنعمل ايزوليشن، هنعمل عزل، وبعدين لما نيجي نستخدم في الإيربون زي ما قلنا انه بيتنقل مسافات طويلة والبارتكل صغيرة جدا يعني سهل انها تتنقل، فهنلبس N95 طول الوقت. طيب الروم نفسها لها مواصفات معينة ولازم تكون بضغط منخفض. طب ايه تاني؟ لو هنحرك المريض من الغرفة ونطلعه لأي سبب من الأسباب يبقى هيلبس السيرجيكال ماسك. خلاص أدوات طبعا منفصلة، نيجي بقى لدروبلت ايزوليشن بريكوشن. قلنا الايربون الفرق بينها وبين الدروبلت، ان بالنسبه للدروبلت البارتيكل اكبر شويه في السايز بتاعها وبالتالي هتنتشر في مسافه اقل. عندنا زي مين؟ زي الدفتيريا، فلو، المينينجوكوكاي، والنمونيا، المامبس، المايكوبلازما نمونيا، وال بارو فيروس، كمان الرينو فيروس، سكارلت فيفر، جيرمان ميزلز او روبيلا، النمونيك بليج، الادينو فيروس، الستريبتوكوكال. كونتاكت بريكوشن اس ويل طبعا الاجراء هنا هنلبس الماسك طول الوقت مع الستاندرد بريكوشنز. نخلي بالنا ان الرينو فيروس والأدينو ممكن كمان يتنقلوا، أو نخلي بالنا إن احنا ناخد إجراءات الكونتاكت بريكوشن كمان، يعني مش بس بيتنقلوا عن طريق الدروبلت لأ كمان الكونتاكت. فيبقى عندنا هنا نخلي بالنا إنه لازم ناخد الإجراءين. طبعا بالنسبة للمرضى اللي هيبقوا في العزل، لو هنحركهم لأي سبب من الأسباب في الحالة دي هيلبس سيرجيكال ماسك. وبعدين هنا الباب بتاع الغرفة ممكن يبقى مفتوح. طب ليه؟ مع ان احنا قلنا قبل كده ان في الايربورن لازم الباب يبقى مقفول طول الوقت. في الايربورن قلنا البارتيكل صغيرة جدا جدا وبتتعلق في الهواء وممكن
تتحرك مسافات طويلة. لكن بالنسبة للدروبلت هي بتقعد أو بيحصل لها سسبنشن ومسافة صغيرة جدا 3 فيت أو 5 فيت، فمش هتطلع من الباب. فينفع نسيب الباب مفتوح بالنسبة للغرف اللي فيهم المرضى دول أو اللي احنا عازلينهم. تمام؟ contact precautions، ده الأمراض دي بتتنقل عن طريق الكونتاكت، سواء كان الديركت أو الانديركت كونتاكت، تلامس مباشر أو تلامس غير مباشر. تلامس مباشر اللي هو مع المريض نفسه، والتلامس الغير مباشر مع السكريشن أو أدوات ملوثة بالسكريشن بالنسبة للمريض. لازم نحط في دماغنا بالنسبة للكونتاكت ديزيز ترانسميشن، دي عبارة عن الميكروبات أو جرم، هي ميديكيشن ريزيستنس ديزيز، يعني مقاومة للأنتيبيوتيك، وبالتالي زي مين؟ زي المرسى، الفير، الاكستندد سبيكترام بيتا لاكتاميز بروديوسرز، كليبسيلا نوموني، كمان عندنا الدياريا infectious or of unknown origin، زي كلوستريديم ديفيسيل النوروفيروس الروتافيروس، وكمان عندنا الهيباتيتس ايه، ممكن يتنقل عن طريق اي حاجه كونتامينيتد بالبسول. طيب كمان السكين انفكشنز زي الامبيتاجو واللايس السكابز الهيربس سامبليكس التشيكن بوكس. وخليكم فاكرين ان التشيكن بوكس قبل كده هي بتتنقل بطريقه تانية، الايربورن، يبقى فيها حاجتين، فيها ايربورن وكمان معانا الكونتاكت. بالنسبة للوند انفكشن with excessive drainage or staphylococci، بالمرين انفكشنز زي البارا انفلونزا، وكمان الاي انفكشن كونجنكتيفيتس. ونخلي بالنا ايه البي بي اي اللي احنا هنحتاجها. طبعا الستاندرد بريكوشن ده اساسي في كل حاجه، احنا قلنا في كل، سواء بقى في الايربورن او في الدروبلت او الكونتاكت او حتى المرضى العاديين خالص، عندي الستاندرد بريكوشنز ده اساسي. طيب ستاندرد بريكوشن، طب هنا احنا قلنا ايه؟ كونتاكت يعني تلامس، يبقى في الحاله دي اخلي بالي جدا، سواء كان بقى دايركت كونتاكت، يبقى في فيزيكال كونتاكت بينك وبين المريض، يبقى الجلافز ده اساسي. طيب لو الاندايركت كمان ممكن يبقى في سكريشن تتلاقي او حاجه تيجي علينا، يبقى الابرون لازم، المرياله معانا كمان، يبقى عندي جلافز طول الوقت واحنا بنتعامل مع المريض او الاريا اللي هو موجود فيها او الادوات اللي حواليه. وكمان عندنا ايه؟ الابرون، عشان ما يجيش علينا اي سكريشن. طيب وايه تاني ممكن نستخدمه؟ الستاندرد بريكوشن مهم جدا، كل ما احنا نعمل اي اجراء نغسل ايدينا، حتى الغسيل العادي، الغسيل بالمية والصابون.